الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقلنا المخبت هو المتواضع المنكسر الخاشع لكل أمر من أوامر الله. لماذا؟ قال لك لأن اللي ما بقاش مخبت ويبقى زي ما يقولوا كده متفرعا كأنه لم يشهد خالقه، لان الواحد يتفرعن ويتكبر ويعمل مش عارف ايه لما يلاقي نفسه اكبر من اللي حواليه. فلو انه استحضر جلال ربه لخشع، كان يبقى دايما منكسر. انما دليل على انه غافل عن العظمة الالهية دي هو مش حد الا هو. ينظر الى مين؟ ولذلك يقول لك الاخبات نوعين: اخبات لله سكون وخشوع وكل حاجة تمشي على العين والراس، واخبات لخلق الله بحيث اذا ظلم يسيب الظالم ظلم ظلم وبرضه ما مش انت عايز تظلمني اظلم يا مع السلام. ليه؟ اما قال لك لانه عارف انه اذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق. انظر الى ابنائك، اذا رايت واحدا ظلم واحدا قلبك يكون مع من؟ مع المظلوم، وتطبطب عليه. حتى اللي ظلم ده وضرب اخوه يزعل اللي عمل الحكايه دي، قرب قلب ابيه من اخيه. يمكن يتمنى ان اخوه يبقى يضربه علشان يقرب من ابوه كده برضه. هو بقى اذا المخبت مستحضر اننا جميعا عيال الله، خلق كلهم كلهم عيال الله، واحبهم اليه ارأفهم بعباده. فيقول ده ظلمني فيه رب لي وله ولا هي، وانا اذا حرضت على الظلم فارد بقوتي. انما انا لما اسيبه تجي قوة الله هي اللي فيه. ويمكن اني ولا مش داري ظلمت، يمكن ربنا عمل الظلم ده علشان برضه تبقى الخلاص. ولذلك ال- 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 الحق يقول في حديثه القدسي: يا ابن آدم دعوت على من ظلمك، وده مباح لك تدعي، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه؟ ظلم. إيه ليك انت؟ ادنا لك الفرصه دي. دعوت على ايه؟ من ظلمك. ودعا عليك من ظلمت. فان شئت اجبناك واجبنا عليك. ما شاء الله ما شاء الله. لجوبك والجوب هو وراك. وان شئت أخرتكما للآخرة فيسعكما عفوي. قول لي بقى لما يقعد واحد يبقى بالشكل ده يقول له لا ده خلاص انا. فالمخبت ده معناه انه يقول لك يمكن انا ظلمت ولا مش ده، فيبقى ظلمني ده عشان نخلص وننتقم. ما ظلمتش. فقول خلي ربنا هيبقى في ايه؟ ولذلك احنا قلنا كلمة زمان: لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم من الكرامة لضلنا عليه بالظلم. يقول ما يستاهلش ابن نظلمه. نظلمنا دي بقى انا خلي ربنا بجانب دي مش ممكن. لا لا ما ينفعش الكلام ده. فله اسلمه وبشر الايه؟ وبشر المخبتين. ما تفتكرش ان هو يعني خضع كده وخلاص، لا هو خضع كده هو، لكن له رب يقيم راسه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أدنا فكرة عن المخبتين إيه؟ الذين إذا ذكر الله، ما خلق عمل فيه أن أذكر أنني من السائب لني ولا هو أنا ليا إيه. ولذلك حتى لما يجوا اثنين واحد عائل واحد اعتدى على واحد العائل يقول إيه؟ على كل حال أن لنا أب يترضى عليه ولنا كبير يترضى إيه؟ أهو كده المخبت يذكر الله. ثم إيه؟ الذين إذا إيه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ارتعبت.
طب طب ذكر الله فثبت كده وسكت وقال ربنا ليه يخلصني. طب والثاني أم قال لك ده هو ما رضيش يعمل لي كده لأنه ولاد فاهم يا ربنا كده يمكن يرجع ثاني ايه قلبه يجب. وجلت قلوبهم اي اضطربت وايه وخافت. والصابرين على ما اصابهم. احنا قلنا بقى الصابرين على ما اصابهم اصاب يعني جاء بامر سيء في عرفي انا هو ده يبقى ايه مصيبة. بس احنا بنقدر المصيبة حسب سطحية العمل الايجابي. انما لو خدنا مع المصيبة الاجر عليها تبقى تهون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم المصاب الحق والمصاب من حرم الثواب. هو ده اللي يبقى مصاب. انما واحد اصيب مصيبة وصبر عليها وخد اجر من ربنا يبقى ده مصاب يبقى مش مصاب. المصاب من حرم الايه محرم. وقلنا بقى ان اللي بيصبر بيصبر عن غريم ولا عن غير غريم. اللي احنا قلنا اللي مرض ده مين غريمه؟ يبقى اذا السعار بتاعه والغضب والحقد ما يجيش على حد. يوم ربنا يقول ايه واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. صبره هو من عزم الامور بس مش تأكيد. انما اللي عمل فيه اصابني وليه غريب كده وشايفه قدامي ضربني بالقلم ولا ضربني ولا عمل فيه اي حاجه يبقى ليه غريب ولا ماليش غريب. الغريب ده يعمل ايه في نفسي؟ سعار الانتقام. أم قال ولذلك قال ولا من صبر وغفر. راح مأكدها لأن دي عايز عزم قوي لأن دي كمان مش غريم أقف قدامه إنما دي ليه إيه ليه غريم. ولذلك قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن إيه لمن عزم الأمور. بس الحق سبحانه وتعالى جعل للنفس البشرية تنفيس. علشان إيه ليه التنفيس؟ عشان ما يعملش خميرة الغضب والحسد وتقعد في النفس ايه تتفاعل ويمكن بعد ذلك تنفس في شيء اقوى. يقول لك لا نفس عن نفسك انما ان قدرت ما تنفس يبقى كويس اسمه ترك. ولذلك يقول لك ايه والكاظمين الايه والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ يعني اللي ربط كده على قلبه وكبد خلى غيظه ايه لا يفسر غيظه الوجدان في نفسه بعمل النزوعي في ان ينتقل. انما الغيظ موجود ولا لا؟ ولذلك رابط على قلبه عشان الغيظ ما ايه ما يطلعش. يطلع ايه يطلع في عمل نزوعي انما الغيظ موجود. ادي مرحله. يبقى المرحله الاولى انه يبقى مواجيد نفسه تعبانه انما ما يعملش عمل ايه نزوعي. ادي والكاظمين الغيظ. طب والعافين عن الناس يطلع الغيظ بيخرج من قلبه بقى ادي العفو. يبقى العفو ايه مش انك انت ما تعملش عمل نزوعي لا تطلع اللي في النفس البشريه وعايز يعمل عمل نزوعي. الغيظ اللي انت كبت ده تطلعه راك تنفسه. والكاظمين الغيظ والايه والعافين عنه والله يحب المحسنين. طب هيعمل ليه محسنين ازاي بقى؟ أم قال لك ان تحسن الى. ولذلك واحد يقول لك بقى ربنا اللي عايز يقول لي احسن الى من اساء اليه ده ضد طباع الايه. قال لك ما هو انت لو عرفت انك انت بمجرد ما اساء لو هتبقى في حضانه الله تحسن له. لانه ولذلك الحسن البصري رضوان الله عليه بلغه ان واحدا نال منه في مجلس وكانت فيه بواكير الرطب بواكير يعني لسه التباشير فجاب خادمه واعطاه طبقا من الايه من الرطب وقال له اذهب الى فلان واعطيه هذا وقل له بلغ فلان بلغني يعني انك قد اهديت الي حسناتك بالامس وهي بلا شك اعظم من هديتي تلك. اذا هو لما بيحسن بيقول ايه ده اصل اداني اداني ايه اداني حسنات والحسنات بتاعته احسن ما عنده يبقى احمق كله بيديها له ولا لا. ولذلك يقول لك ما اعجب من الذي يسيء الى من اساء اليه. ليه؟ لانه ادالك حسنات. كنت اللي ادالك حسنات تسيئه ده انت لازم تديله ايه حاجه كويسه علشان يعرف. شوف ربنا بيعمل عايز يعمل توازن ايه توازن في المجتمع عشان ايه يجي على اسباب الدغن في النفس البشريه. لان لما يكون واحد عامل كده وانت تسكت عنه قال ايه انت ادفع بالتي هي ايه فاذا الذي بينك وبينه عداوه
كأنه ايه ولي حميد. يبقى سكوت واحد عن مصيبة عملت ايه؟ خرجت واحد من انه يبقى في قالب الخصومة الى جانب انه يبقى ولي ايه؟ ولي حميد. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في آية تطمئن، أنا بذكر الله تطمئن القلوب مش توجل، بل وجلت اضطربت وخابت. أما قال لك ما هو الإنسان كده بقى، في ساعات يبقى فيه إيه؟ ذكر الله يطمئن وساعة ذكر الله. فعند المخالفات عملت مخالفة وذكر الله أقول آه قلبي بقى إيه؟ يضطرب. لكن عند العمليات التانية المصائب وتقول دام لي يا رب، وما دام لي يا رب أنا أطمن قلبي. مش كده قال موسى زي ما قلنا ايه ان معي رب ايه؟ يبقى اذا الوصيل الايمان بالله له يخليك اي مصيبه تيجي وعزت اسباب دفعها عنك تقول لي ليه يا رب؟ يبقى بتطمن ولا ما بتطمنش؟ يبقى بتطمن. والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه. الله. والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه. اما قال لك لان الصلاه دي هي الولاء الدائم للعبد المسلم، لانك انت زي ما قلنا زمان شهادته ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يكفي ان تقولها في العمر مره وخلاص انتهت المساله. زكاه ان كان عندك هتبقى كل سنه، وما كانش عندك تبقى ايه؟ ما فيش. صيام رمضان برضه شهر كل ايه؟ شهر. الحج طول العمر ان كنت مستطيع ومش مستطيع تبقى انتهت. الله. تبقى الصلاة هي الولاء الدائم للحق، وولاء ايه؟ خمس مرات ايه؟ وهو اللي يدعيك، لكن مش هو اللي يدعيك بيحدد لقائك بحضرته. لا، حضرة الله مستعدة انها تلقى كل عباده في وقت واحد، وهم اللي في ايدهم انهم يروحوا له، لكن هو حتى ما عليهم انهم يقولوا. شوف اللي بقى لما يكون بقى رئيس كده، رئيس جمهورية ولا ملك ولا اي حاجة، ويحطمه على رعيته يقول لازم اشبك في اليوم خمس مرات. قال لا، طب بزيادة في اليوم مرة؟ لا، خمس مرات. يبقى دي رب ايه؟ اما قال لك لان الله سبحانه وتعالى لا يتكلف في هذه العملية تكرار لقاءات، لانه يلقى الجميع في ايه؟ في وقت واحد. ولذلك لما قلنا الامام علي بيقول له هيحاسب الناس دي كلها في وقت واحد، قال له ايوه كما يرزقهم في وقت واحد. يا دي عايزه ايه دي؟ ودي عايزه ايه؟ ودي فزوره دي ولا ايه؟ نعم. ومما رزقناهم ينفقون. مما ما بينفقوش من جلودهم. منين اللي بيرزقهم؟ مين اللي ادانا لهم؟ ومن العجيب ان الله يعطي ولما يعطي يعطف على واحد يقول لك ولما انزل الذي يقرض الله قرضا حسنا. اكن يقول انا ما رجعش في عطائي لعبد وقلت اديله الذي ادته لك. لا، برضه هو بتاعك. بمجرد ما اعطيته بقى ملكك. احترمت ملكيتك له، واحترمت جزاء عملك وجزاء جدك واجتهادك. فاذا عايز اخوك حاجه انا مطلوب ان انا ادي لاخوك الخير اللي هو عايزه. فانت انا هقترب منك وادي الايه؟ زي ما يكون عندك لابن مثلا عمليه ولا حاجه مهمه ولا بتاع، والحصالات بتاع الولاد تقول له هات حصالتك وانت هات حصالتك وانت هات. ما هو اللي مدي الفلوس يروح اخدهم وابقى ايه؟ ابقى اديها لكم. من ذا الذي يقرض الله ايه؟ قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك الغير بقى ربنا بيحرم علينا الربا وهو يعاملنا به. اي بيقول لك ايه؟ خليه لي انا دي، خليه ليه؟ لان لما زود ما بينقص حاجه عنه، ما بقولهش الضعيف. نعم. والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. قال لك لما يطلب منك انك تنفق من رزقك، هذا بنسميه انت بنسميه احنا ايه؟ تامين. تامين يعني ايه؟ لان اخوف ما يخاف الانسان انه ما يقدرش يكسب، انه يجيله كبر يحوقه على المشاعر، انه ماله ينفد، انه يحتاج، بس دي متاعب الدنيا. يقول له لا، انت لما بتدي المحتاج الان مما ينفقت هنطلب من اللي برضه عنده مال لما تحتاج انت يديلك. اذا انا باخد منك عشان اعمل ايه؟ عشان اديلك لما تحتاج.
يبقى ده التأمين ولا مش التأمين؟ ده التأمين اللي احنا بناخد من الناس استشاري عشان لما يقعد بقى على المعاش نديله ايه؟ نديله. طب ما هو النفقة كده علشان انت ما تبقاش تسأل تقول انا سايب العيال مش عارف ايه انا عملت عنديش ايه، نقول لا المجتمع كله متكافئ، فكما طلبنا منك ان تعطي وانت واجد طلبنا من غيرك ان يعطيك وانت معدم. تبقى تطمن ولا ما تطمن شيء؟ تبقى متطمن. برضو يرجع بقى يتكلم بقى على الكلام دي. والبطنة والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فبعد ما اتكلم عن الشعائر مطلقة وبعدين يتكلم على اللي مرزقناهم ينفقون، جاب حتة النفقة في البدن برضو. البدن جمع بدنة، والبدنة هي الناقة والجمع الاثنين يسموا ايه؟ بدنة. وما يساويهم من البقر يعني اللي في وسمها بدن ليه؟ أم قال لك ده إشارة على أنك حين تختار منسكا لله في أن تذبح لكن تلاحظ أنها تكون بدينة وسمينة، ما تجيبليش بقى اللي عمالت إيه يشيلوها ويقعدوا يرموها وعظم شوية عظم كده ومش عارف إيه. والبدن ولذلك هيقول آية، هيقول في الآية برضه والبدن جعلناها لكم من ايه؟ من شعائر ايه؟ من شعائر الله. لكم فيها خير معروف، فاذكروا اسم الله عليها. ساعة ما يجي لا اذكر اسم الله الذي ايه؟ وهبها وذللها. الذي وهبها وايه؟ وذللها. عليها صواف، صواف يعني واقفين كده البدن كده صفوف على رجليه، مش متهالك مش غادرة تمشي يعني عاملة معرض كده قدامك صواب رجليها منصوبة وإيديها ايه منصوبة. يبقى دي بد وصواب. فإذا وكلمة وجبت من ثلاث أشياء بد وصواب. فإذا وجبت ذنوبها وجبت، وجب الشيء سقط سقوطا قويا على الأرض. ايه يعني وجب الجنوب؟ قال لك اصل البدن الابل ما تندبحش وهي بتتنحر وهي واقفه، لكن التالي بنيمه وايه؟ ونذبحه، فهي جنوبها من قبل ما انما البدن يعمل ايه؟ ننحره كده يقوم يا ماما يروح واقع. فاذا وجبت سقطت جنوبها عن الارض سقوط قوي لانها ايه؟ لانها سمينه بدينه، لانها بدينه. فاذا وجبت جنوبها يبقى خدناها من كام حاجة؟ من بد وصواب وقف على رجليها تمام؟ خدت بالك وياي؟ وايه؟ وإذا وجبت ايه؟ جنوبها. يدل على إنك أنت ما تختارش الايه؟ ما تجعلش لله ما تكره. بل لازم تاخد ايه؟ طيبات ايه؟ ما كسبته. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، احنا قلنا إن الأكل يكون في الهدي المحض والتطوع. ما يكونش في الاشياء اللي هي ايه يا ندر، لا ما ينفعش. دم قران ما ينفعش، دم تمتع ما ينفعش، دم جبر لمخالفات في الاهرام ما ينفعش. فاذا وجبت جنوبها وجبت اي سقطت سقوطا قويا وذلك من بدانتها فكلوا منها. واحنا قلنا هذه الاكل بقى ايه؟ كان زمان يتأففهم أن يأكلوا من المذبوح للفقراء، وربنا بيقول كلوا منها عشان لما دام هاكل منها أبقى أختارها إيه؟ لا تعافها النفس. فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ما بيقولش حاجة ولا الدين ولا بتاع، والمعتر ولا بيتعرض للإيه؟ للسؤال. كذلك سخرناها لكم. حتى ولو في غير هذا الموقف احنا مسخرينها لكم من ايه؟ من زمان. لعلكم تشكرون، تشكرون ايجادها في ملككم، تشكرون تسخيرها لايه؟ لكم. تشكرون الله لانه هداكم الى ان تاتوا لهذا النسك وتقدموا الخير اللي ينفعكم في الايه؟ في الايه. كل المساله ايه؟ ايجادا يعني هبه وتسخيرا
وانفاق في سبيل الله. والانفاق في سبيل الله هو ذا اللي ايه بقى؟ هو ذا اللي دائم. وبعدين بيقول لم ينال الله لحومها ولا دماؤها. كانوا زمان لما يجوا عند الاوثان ويذبحوا الذبيحه يجوا يعملوا ايه؟ يجوا ينطقوا الوثن بقى بالدم اشعار بان يعني حصل الله. يعني بيقولوا ان الوثن احنا ذبحناه لك اهو كده، دليل على انهم لو ما عملوا كده مش هيعرف ولا ينام. نعم لو عملوا كده برضه ما هم غباهم بقى. بيقول لن ينال الله لحومها، مش اللحم اللي انا عايزه. كان يقدر يدي للفقير اللي انت عايز بيقول لك اديله ده يخليه زيك تمام. انما ده مجتمع ربنا عايز يعمله مجتمع متوازن. المجتمع المتوازن لازم تبقى فيه هذه الحالات. ليه؟ أم قال لك علشان ما تبقاش حاجة ميكانيكا ماشية في الكون، كل الناس يبقى عندهم دي وكل الناس يبقى عندهم، لا، لازم في تفاوتات والتشريعات تتدخل علشان تاخد من القوي تدي للايه؟ للضعيف. وبعدين لما يجي واحد ضعيف يبقى يطمئن على ان القوي ايه بجنبه، ما يحسدوش على قوته ويقول ربنا يخلي له عافيته، ده انا فعل ده خد بايدي ومش عارف اعمل ايه، لا عمل لي كذا، لا عمل لي كذا. يوجد ايه؟ يوجد تآلف في الايه؟ المجتمع، وتبقى ايه؟ وحده. والمؤمن ايه؟ المؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه؟ يشد بعضه بعضا. احنا لما نشوف واحد عنده نعمه في مكان في بقعه يعني وعمال بينصها للناس، ان جاءت له مصيبه في نعمه من نعم الناس التانيين يزعلوا. ان كان عنده جاموسه بتحلب مثلا وبيدي للناس حته جبنه ولا شويه لبن ولا شويه مش عارف ايه ولا شويه ايه، ساعه ما الجاموسه تموت يزعل. ليه؟ لان كان بيعملهم ايه؟ كان بيعملهم ساعة ما يشوفها والله يحميكي الله مش عارف ايه، يبقى ما يحقدش على حد. يبقى انت عايز بقى تمنع عنك الحسد من كل نعمة من نعم الله عليك فيض على من لا نعمة عنده. ساعة ما تعملها كده كل واحد يبقى مبسوط. نعم. واللي مش عايز تعمله اياك ان تريه نعمتك. يعني ما تدخليش كده يعني اي مش قايل لك 2 كيلو موز والشارع في ناس فقراء ومش عارف ايه، ان ما كنتش ناوي تدلهم منه ده ليه؟ ما تعملش حفائص في النفوس. ويمكن الانسان المكلف عنده ايمان يرجعه لك ربنا يا سيدي يزيد، وانا راضي ان ربنا وراضي ان انا العيل عيل عيال صغيرين وشايفينه، وبعدين ابنك طلع ماسك موزه كده وهو يعني مش لاقي يمكن اللقمه لسه بالبتاع دي، يقول لك لا ما كنتش هتدي بارك. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اذا واذا لعلكم ايه؟ لعلكم سخرها لكم سخرناها يا شيخ. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخرناها لكم لعلكم ايه؟ تشكرون. ايه؟ ذلك الاولانيه واطعم القانع المطر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بعدين الثانيه لن ينال الله لحومها ولا ايه؟ يا شيخ استنى بس، يا شيخ الاولانيه سخرناها. فكلوا منها واطعموا القانع والمغتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هات الثانيه بقى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم. دي كمش تشكرون، دي لتكبروا، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر الايه؟ المحسنين. طيب بس دي كوبشر المخبتين بتلخبط والايه العلماء لما يجوا عشان يقلبوا الايات، المراد يجيب الايات اللي في معنى واحد ونصها على بعضه على ذهنه، ولذلك ما يبقوش مأمونين على الحفظ لانه جامع كل ويا بعض. انما بقى ولذلك يقول لك يشترطوا في الحافظ انه ما يلوش دعوه بحته العلم دي ابدا. ليه؟ قال لك علشان النسي كله يقف بالاربعه، انما العالم يقدر يجيب المرادف يحطها وياه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. هداكم الى ان تنفقوا ما رزقكم في ايه؟ في طاعه. وبشر المحسنين. محسنين بشر، احنا قلنا بشر يعني اخبر بشيء صار قبل مجيء زمنه. ليه؟ لان التبشير بالشيء السابق قبل مجيء الزمن علشان الغير يأتي ويستعد
كذلك الانذار، انذره بشيء يتعبه بس قبل وقته. ليه؟ علشان يستطيع ان يستعد ليتلافى ما ينذر بسببه ويقبل على ما يبشر بايه؟ بسببه. بشر المحسنين، قلنا المحسن هو الذي الزم نفسه بشيء فوق ما الزمه الله من جنس ما الزمه الله. يبقى ده اسمه ايه؟ الله سبحانه وتعالى فرض عليك 5 صلوات، وبعدين انت بتصلي لله كل يوم 20، اهو انت الزمت نفسك بشيء زائد عما فرض الله، لكن من جنس ما فرض الله. ما تقترحش العبادة، انت الزمت بشهر، ان صمت كل شهر 3 ايام ولا مش عارف صمت قد ايه، انت تبقى الزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. قال لك مثلا ندي نصف العشر ولا العشر ولا 2.5%، زود اكتر، يبقى انت دخلت في مقام ايه؟ الاحسان. يبقى الاحسان فيه حاجتين اثنين، الاحسان دافع عليه ومحسن به. المحسن به تدخل نفسك في شيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. الدافع على الايه؟ انك انت تحسن تعمله كأن الله يرقبك، ان تعبد الله كانك ايه؟ تراه. فعلى الاقل ان لم تكن تراه فهو يراه. خلاص كده. يبقى لما الواحد يعمل العمل ده، الانسان لما بيقعد للعامل اللي عنده ومبصص له كده، ان كان بيعمل الشيء في يوم يعمله في ساعتين، ويمكن يعمله في نص، وان غاب عنه شويه كده. فبقول لك يبقى الاحسان في طريقه العمل والاخلاص في ان تعبد الله كانك ايه؟ تراه. وبعدين فإن لم تكن ترى فإنه إيه؟ فإنه يراك. وبشر المحسنين. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسنين بيتفسر إحسانهم كده؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل هناك تشريع يقول لك لا تهجع من الليل الا قليلا؟ لا يا اخوة، صلي العشاء ونام يا اخوة كده على كيفك واصلي الصبح. انما كونوا قليلا من الليل ما يهجع ده بقى دخل في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. الزم نفسه بشيء لم يلزم فوق ما الزمه الله، انما من جنس ما الزمه الله. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. كانوا قليلا وبالاسحار هم يستغفرون. وبرضه ما طلبش منهم اليوم يا سيدي يستغفر السحر ويستغفر، بل يا اخويا نام يا اخويا بدل لحد الفجر يدل يبقى روح قوم صلي. انما انت الزمت نفسك بهذه. وفي اموالهم حق مش معلوم، بس للسائل والمحروم الى لقاء الاخره ان شاء الله.